السلام عليكم البنات ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نجي نقدم لكم الحليله المغربيه اللي معروفين بها احنا المغاربه، واليوم كاع عندنا احنا المود ديال البرد. داكشي علاش بغيت نديرها، راني درت الزلافه ديال الحمص اللي مرقد من البارح بالليل، ودرت اللحم قطع صغار، ودرت العدس حتى هو اللي رقدته مزيان، ودرت القزبر والمعدنوس وشويه ديال الكرفس، ودرت شويه ديال الشعريه بيا ما كنبغيش انا نكثر فيها الشعريه، ودرت الكميه ديال الدقيق على حسب الخليط ديالكم وعلى حسب اللي بغى التعقاد وكل شيء، ودرت المعلقه ونص ديال الطماطم المركزه، ودرت ربعه ديال الطماطم العاديين، ودرت معلقه صغيره ديال الزعفران ديال الحرقوم البلدي، والراس ديال المعلقه ديال الاسكنجبير، ومعلقه ديال الملح، ومعلقه صغيره ديال الابزار، وبصله غادي نشلطهم. دابا البصله وهذا والقزبر والمعدنوس غادي نديرهم في الميكسور وهما غادي نطحنهم، ومن بعد غادي نرجعوا للطريقه ان شاء الله غادي نعيدها لكم. دابا ملي طحنت هادو كاملين شو داك القزبر والبصله، غادي نزيد عليهم شويه ديال الزيت البلديه، غادي نزيد عليهم داك اللحم، وغادي نزيد عليهم داك الحمص حتى هو، وغادي نزيد عليهم العدس، وهما اللي كيكونوا قاصحين في الطياب، وغادي نزيد عليهم ديك العطريه. واحد الملاحظه، انا ما درتش السمنه هي وفاليه داكشي علاش. هادو دابا غادي نديرهم فوق البوطه، ومن بعد غادي هادو غادي نجي غير نحطهم. وها هي دابا ملي تقلات وكلشي غادي نزيد عليها الماء ونخليهم يطيبوا مزيان، وغادي نمشي ندير السيجار والبريوات ان شاء الله، وغادي نشاركهم معكم ان شاء الله. دابا جيت باش نوريكم دي سيجاريت هما اللي غادي ندير. دابا راني درت غير بطاطا وبطاطا وطون، بطاطا مسلوقه سلقتها، والطون وشويه ديال البزار وشويه ديال الملح هي اللي درت. دابا غادي نجي غادي ندير لهم هاد الطريقه. قطعت الورقه انا عاد باش غادي نجي نلويهم بحال كيف ما هكا. وزيروهم البنات باش ملي كتقلوهم ما يتفتحوش لكم مع الزيت بحال هكا. نجي ندوز هادي، غنجي عاوتاني نقسم هاد الورقة على جوج، وغادي نوريكم الطريقة. كنقلب على المقص يلا هدا نجي عاوتاني غادي نحس شويه ديال البطاطا، وغادي نديرها بحال هكا، وغادي نجي نديرها هكا، وكيف تما هكا، وغادي نجي غادي نطوي الورقه عاوتاني بنفس الطريقه اللي درت لهذوك حتى نساليهم. غير النصيحه اللي قلت لكم هما تزيروهم مزيان البنات، هادشي اللي زيروهم مزيان. تم شدو الجناب هكا باش ما تخرجش لكم الحشوه. انا دابا غير كنعطيكم ليكزومبل، ما انا غادي نزيرها مزال بحال هكا حتى تكون بحال هكا ديك الساعه، وصافي غادي ندير لهم نفس الطريقه حتى نساليهم ان شاء الله. من بعد
بعد دابا جيت باش ندير دوك الميني ديال البيتزات، ولكن ما تلاش عندي الوقت. وليل دابا جبت غير الخبز العادي اللي كتباع في المدازات، غادي نحطهم هنا هكا. غادي نجي غادي ندير لهم لاصوص طوماط، ندير لهم شويه ديال لاصوص طوماط. هما راه طابو من قبل، هادو غير خبزات عاديين، خبز ديال الطوست وصافي. ندير لهم بحال هكا، ودابا غادي نجي غادي نستف عليها شويه ديال الطوم لي حتى هو. بحال هكا حتى نسالي بكالي، وغادي ندير شويه ديال الكاشير حتى هو من الفوق. وغادي نسوي بنفس الطريقه، وغادي ندير فرماج غطي، وغادي ندخلو من الفران غير يطيب داك الفرماج غطي. بحال هكا، ونسمهم بشويه ديال الزعتر الا بغيتو تزوقهم بالزيتون ولا اللي بغيتو ديروه حتى هو. بحال هكا بحال هذيك البنات، وغادي نسالي كاملين هاد الطريق هاد اللي عندي الاخرين. دابا جيت باش نوريكم دي سيغاريت هما اللي غادي ندير. دابا راني درت غير بطاطا وبطاطا وطون، بطاطا مسلوقه سلقتها والطون وشويه ديال البزار وشويه ديال الملح هي اللي درت. دابا غادي نجي غادي ندير لهم هاد الطريقه. قطعت الورقه انا، وعاد باش غادي نجي نلويهم بحال كيف ما هكا. وزيروهم البنات باش ملي كتقلوهم ما يتفتحوش لكم مع الزيت. نجي ندوز هادي، غنجي عاوتاني نقسم هاد الورقة على جوج، وغادي نوريكم الطريقة. على المقص ديال المعدن غادي نجي عاوتاني غادي نحس شويه ديال البطاطا، وغادي نديرها بحال هكا، وغادي نجي نديرها هكا. وكيف تما هكا، وغادي نجي غادي نطوي الورقه عاوتاني بنفس الطريقه دي درت لهذوك حتى نساليهم. غير النصيحه اللي قلت لكم هما تزيروهم مزيان البنات، هادشي اللي زيروهم مزيان حتى مشدو الجناب هكا باش ما تخرجش لكم الحشوه. انا دابا غير كنعطيكم ليكزامبل، ما انا غادي نزيرها مزال بحال هكا حتى تكون بحال هكا ديك الساعه وصافي. غادي ندير لهم نفس الطريقه حتى نساليهم ان شاء الله.